فانا مثلت عليها ان انا مش من مصر وان انا من الهند، وعملت لهجه هندي. طبعا انا ما بعرفش اعمل لهجه هندي اصلا، بس هي يعني الحمد لله انا عرفت اضحك عليها. اهلا، واضح ساره عبد الرحمن. اكتر موقف كوميدي حصل لي في التصوير هو في لحظه غضب وانا طالعه المشهد. اول يوم تصوير ليا الاسانسير اتعطل وفضلت جوه، واصلا انا كنت خايفه من الدور وان هو عن الشعوذه والحاجات بقى السحر والحاجات دي. فبالنسبه لي يعني انا دلوقتي بقى كوميدي، ساعتها ما كانش كوميدي قوي. وبعدين انا يعني الحمد لله ان هو يعني ان انا طلعت وحد سمعني، لانه كان ممكن عايز ينسوني يعني بتصوير بقى. فالحمد لله ان هم كانوا مستنييني انا في المشهد، فقالوا ساره فين، مش لاقيني في حته. فالحمد لله ان ربنا الهمهم ان هم يدوروا في الاسانسير المقفول. اغرب موقف حصل لي مع احد المعجبين يعني او ناس بتتفرج عليا، هو مش غريب بس بالنسبه لي كان وقتها اتخضيت. ان انا كنت بركب العربيه مع ماما، ده كان وقت سابع جار، وكان في بنات طالعين من المدرسه وشافوني وكلهم قعدوا يجروا ورا العربيه، وموضوع كان يعني ما كنتش مستعده خالص، بس طبعا كانت حاجه حلوه ومامتي دمعت وانا اتاثرت جدا، وكانت لحظه كده مهمه عمري ما هنساها. اكتر حاجه مجنونه، انا مش عارفه الانترفيو ده مدته قد ايه، بس اكتر حاجه، لا هي مش حاجه، انا عملت حاجات كتير، بس من كتر الحاجات انا مش انا برضو يعني مش هينفع ابوح بكل الحاجات المجنونه. في موقف مجنون شويه، بس هو مش يعني انا عملت حاجات مجنونه كتير صراحه، ولكن في موقف دلوقتي انا فاكراه، كان وقت المدرسه كنا رايحين، مامه واحده صاحبتي بتعدي علينا وهتوصلنا البيت، فانا مثلت عليها ان انا مش من مصر وان انا من الهند، وعملت لهجه هندي. طبعا انا ما بعرفش اعمل لهجه هندي اصلا، بس هي يعني الحمد لله انا عرفت اضحك عليها. وفضلنا طول الطريق هي فاكره ان انا يعني اسمي حاجه تانية اصلا، وبس. واعتقد ان هي ممكن تبقى دلوقتي عرفت ان انا مش من الهند ولا حاجه. اكتر اشاعه سمعتها وما حبيتش ارد عليها هي ان انا اتخطبت لشخص معين كان معايا في ريفو 2 اللي هو عمرو جمال، وبصراحه انا ما حبيتش ارد عليها، بس انا طبعا رديت عليها وفضلت كل الناس تسالني وبرد. فالمره الجايه يعني بوعد نفسي ان شاء الله ما اردش بقى. بس موقف مفزع حصل مع عيلتي، يعني طبعا ده سؤال مش لايت، ده سؤال مظلم شويه، بس اللي جه في بالي دلوقتي كان في وقت عاصفه كبيره قوي، وفاكره برضو زلزال يعني، واحنا في الشقه وماما احنا في حته كده اللي هو تحت الترابيزه وخايفين. يعني هما المرتين دول، مره كان زلزال كبير يعني زلزال اللي هو الزلزال المعروف المعين، ومره كان في الدنيا بقت غيمت مره واحده، فده كان مرعب قوي يعني. فاحنا بس كانت حلوه برضو ان احنا كنا مع بعض، بس انا كنت خايفه بجد. شكرا، واضح.